في مواجهة اتحاد كرباء، يبحث عن العاشر، يبحث عن العاشر، وضعها وضعها تاغاليبو. سباستيان يسجل في شباك اتحاد كرباء. أصحاب السعادة يتقدمون، أصحاب السعادة يتفوقون بأول الأهداف عن طريق النجم الهداف سباستيان تاغاليبو، رابع أهدافه في المسابقة وعاشر أهدافه في شباك اتحاد كلبا، وضعها بامتياز بعد أن تحصل على ركلة الجزاء ترجمت بنجاح من سباستيان. سجل وضع حارس المرمى في زاوية والكرة في الزاوية الأخرى ليأتي الهدف الأول بأقدام الحبيب فردان. خلصوها من أمامهم، تمريرة، محاولة، طحنون طحنون طحنون، وضعها طحنون، سجل الثاني طحنون، والسعادة تعود لأصحابها، السعادة لأصحاب السعادة، الوحدة خارج الدار لا يعرف إلا الانتصار، لا يعرف إلا الانتصار، لذلك يتقدم بهدفين بحثا عن الوصول إلى النقطة رقم 30 في نهاية هذا المشوار. ثاني أهداف طحنون وتأمين النتيجة، تأمين النتيجة بهدف آخر، يؤمن النتيجة بهدف آخر في شوط المباراة الأول، شوط يتفوق فيه الوحدة، شوط لم يظهر فيه نادي اتحاد كلبا. أصبحت النتيجة 2، تيغالي يصنع هذه المرة لطحنون وطحنون ينهيها في الشباك، طحنون ينهيها في الشباك بلمسة رائعة وبنهاية سعيدة. الضغط البرسينج العالي اللي كان موجود من عبد الله حمد على حبيب الفردان، هذا المكان اللي يتألق فيه عبد الله، هذا المكان اللي أبدع فيه عبد الله، لذلك عندما عاد إلى مركزه الطبيعي عاد للتألق مرة أخرى.